ضرب نار. لا انت كويس؟ رجال سليم. في ايه؟ رجاله من عندنا راحوا اصطادوا في الرابعه عندهم. وماله؟ حصل ايه يعني؟ لا ما يحصلش يا تي، البحر برضه كليسو. والاصول بتقول ان قانون البحر يحكم بيننا على الرابع. الرابع يا يتيم، الرابع ده حقنا، وانت اعتديت عليه غير ان احنا يتيم ينحق في الدم ولا ايه؟ بس ايدك وانت بتكلم اليتيم. رئيسكم هو اللي بدأ الضرب الاول، واحنا عندنا دم وانتوا عندكم دم. عارف البحر يحكم بيننا على الربع، يا اما بقى راجل منكم وصد راجل مننا في المايه. وماله يا تيم؟ خلاص يا تيم، حق انا هاخده بايدي. لا بتاعت انا اخويا، انا مستناه من بدري. المره دي يا عمار الكره جايه في ملعبك انت، عايزة خلال أيام تخلص موضوع الدار ده ومن غير شوشرة ولا كلام كتير حوالين الحكاية. انت شايف الإعلام ما بيسيبش حد في حاله اليومين دول. طمن يا بابا، أنا هبدأ أتحرك والدار هترجع. يعني هترجع؟ مش بس كده، ما هو لازم الدار ترجع، ولازم اللي اسمه موسى ده يتربى هو كمان. مش عايزه يموت، عايزه يفضل عبرة لكل اللي يفكر في يوم انه يحط على العطارين. انا قبل اي حاجه لازم اروح واتكلم معاه. بقول لك عايزه يبقى عبره، تقول لي اتكلم معاه؟ بابا انت قلت لي الكره في ملعبك، ارجوك بقى سيبني العب براحتي. يا عمار الحقوق ما بتتاخدش بالكلام، انت كده هتبقى بتضيع وقت. كل واحد وليه دماغه، صدقني انا عارف انا هعمل كويس قوي. ولو اني مش مرتاح ومش مطمن، بس انا هسيبك تعمل اللي انت عايز تعمله وهفكرك. وانا اثبت لك اني قد كلامي. طب يلا يا اخويا انجز شويه بقى لحسن هموت واخش الحمام. تحب اركلك في اي حته بتاع. حته ايه قاعد انت جننت ولا ايه؟ يلا يلا مد شويه يا عمار اهو. حتة قال تيجي تلعب وانت سكت هتخسر يا رجل. مش قادر افهم الناس عايشه في مكان حلو زي ده، ايه اللي شغاله في الشمال؟ انا وانت بس اللي نشوفه حلو، لكن الناس هنا عايشين مش شايفين فيه اي ميزه، ناس بسيطه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. خير يا بهوات؟ بتدور على حد؟ انا جاي لك انت يا ريس رجب. اهلا وسهلا، امورني بطايقكم. الواد ده اخويا يا باشا، بس الناس بتقطه في البيت. انا قلت خلاص ربنا هداك، ايه اللي رجعك لسكه التهريب تاني يا رجب؟ تقريبا يا باشا انا ورحمه ابويا. الف رحمه ونور عليك راجل، عيب ما تكذبش، انت راجل كبير شيخ الصيادين، ما ينفعش يكذب، الناس هنا بتحترمك. وبعدين انت تفتكر يعني جاي لك مخصوص لغايه هنا وانا مش عارف ان انت اللي نقلت بضاعه العطارين؟ عطارين مين يا باشا؟ انا علاقتي مقطوعه بالعطارين من قبل حتى زنبي ما يموت. باشا لا، باين فعلا ان انت صادق يا باشا. هو في ايه؟ انا والله العظيم شو.
لهم الجمل بما حملوا هجيت من البلد. وش معنى هنا يعني؟ ابدا، الشيخ محمود كان رجل طيب عندنا في البلد. جابني الشيخ محمود للشيخ جميل، وهو اواني انا ومرتي وولدها. قول لي يا علي، انت ليك سوابق؟ لا، وعمري ما دخلت جسم. مش عارف ليه انا مصدقك، بس ما اخبيش عليك، اصل اسم العطارين ده ما بيجيش قدامي الا لما بيبقى وراه حاجات من الدارية. ليك حاجة ما تصدقش، بس اقسم لك بالله انا صلت اتقطعت بالعيله من ساعه ما عمي عبد القادر توفى. يلا يا احمد. سيبهم يا ريس. مفيش اي دليل ضدهم، دول سمك صغير، المهم الكبار. بس دول سهل يعترفوا. نجيب الحيتان الكبار الاول، وبعدين دول امرهم سهل، نبعت رجاله المباحث يلموها. ايوه كده يا اخي، ريح وخد لك اجازه يومين. بس انا مش جاي عشان الاجازه عمي. طب ما انا عارف انت جاي ليه من قبل ما تتكلم، وانا مستني ردك. هو انت ياض فاكر ان انا مش عارف انك حاطط هارون الذهبي في دماغك؟ طب ايه بقى؟ هتسيبه كده عادي بعد النمره اللي جه عملها علينا دي؟ ومين قال ان انا سبته؟ ده انا كتفته. ازاي يعني؟ هو جاي وعشمان انه يلعبني ويكسب مني بنط، وانا لعبته وكسبته، بس برضه اديته البنط اللي هو عايزه. عارف ليه يا يحيى؟ ايه؟ بتشتريه؟ مش بس بشتريه، انما كمان بطمعه، بخلي ريقه يجري وعينه تروح على البنط اللي بعده، وبرضه هديهوله. طب لحد امتى يا عمي؟ لحد ما حسابه يتقل، يتقل قوي، ويا اما يقدر الثمن اللي اتدفع فيه، يا اما يحاسب على المشاريب كلها، وفي الحالتين احنا كسبانين. يا عم انا عارف كويس قوي ان انت بتعرف تدورها، واكيد يعني اللي يخلي الزين العطار الله يرحمه ما يمشيش خطوه غير بيك. خليني انا كمان امشي وراك برضو وعالم مغمض كمان، ليه لو ما فيها ان انا ما اتعودتش العب لعبه وانا مش فاهمها. وهو ده اللي بيعجبني فيك يا يحيى، وزي ما انت واثق فيا وفي ادارتي للعيله والتجاره، مسيرك هيجي لك يوم وانت اللي تدورها، وبرضه هكون انا واثق فيك. عارف ليه يا يحيى؟ لانك كبير من يومك. ربنا يديك الصحه يا عمي. الموضوع ملوش علاقه بالصحه، الموضوع وما فيه ان انا زمان عاهدت زين الله يرحمه ان اكون ظهر لكبير العطارين ايا من كان، وما فيش كبير من غير ظهر يحميه. انت برضو الخير والبركه يا عمي. شوف الواد اقول له ايه يقول لي ايه. مش موضوع خير ولا بركه يا يحيى، دي حرب، حرب، والحرب ملهاش قوانين، دي لعبه كبيره واحد بس اللي بيطلع فيها كسبان. وانت يا يحيى مسيرك هيجي لك يوم وتبقى لعيب وحد يكسب، وبكره فكرك. ازيك يا يحيى؟ ازيك عمار؟ ايه مالك؟ رايح سفرة الكفر وما بتردش، فانا اخد بعضي واروح لها. انتوا اتخانقتوا؟ لا ابدا، شويه المشاكل العاديه اللي انت عارفها يا ابني. الحريم دول عايزين الواحد يبقى تلاجة، تلاجة، وانت يا عيني ما بتستحملش، حامي وخلقك ضيق زي ابوك كتك البلا. بسم الله على الظالم. بس قبل ما ابدأ عايز اقول لكم حاجة، اللي هيقع في المية هو اللي خسران، واللعبة ما فيهاش دم. على الله.
رجالته واللي شايف انه هو ليه حق يجيلي وانا هديهوله. عاجبك كده يا عم فارس؟ عاجبك؟ ابوك بقى يتشتم عيني عينك. انت اللي جبته لنفسك، وردت نفسك توريطه ملهاش عايزه، ما خدناش منها غير الفرجه وقله القيمه. تفتكر مين اللي زق البت المذيعه دي عليا يا فارس؟ مش بعيد يكون سيف العزازي نفسه. والله مش بعيد ابدا. اللي خلاه ينزل مسعد المحمدي قدامي علشان يهني مش بعيد ابدا انه يشوه سمعتي وشكلي في السوق. وهو مسعد ايه مصلحته؟ انا عارف، اهو كارت جديد تلاقيه بيلعب بيه بعد ما خسر مجموعه العطارين عشان يساعدوه في غسيل الاموال بتاعه ده. قصدك انه وافق معاه؟ والله انا كنت شاكك في الموضوع ده من الاول، بس دلوقتي خلاص الحكايه بقت على عينك يا تاجر. اسمع يا فارس، الحرب مع مسعد مش هتبقى سهله ابدا، وانا عايزك في ظهري يا حبيبي. عاوزني في ظهرك بجد ولا عشان شكلك قدام الناس؟ ايه الكلام ده؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا فارس؟ يا اخي ده انا ابوك، عارف يعني ايه ابوك؟ المشكله انا مش عارف. تعرف انا نفسي واقفه منك ليه؟ ليه؟ عشان كنت موجود ومش موجود. اليتيم بيبقى مطمن عارف ان ابوه ميت، ولا ابوه مطلق امه يبقى مرتاح انه عارف لو عايزه هيلاقيه، انما اللي زي حالاتي هيلاقيك فين؟ كنت عايش وميت في نفس الوقت. انا اسف، انا اسف جدا يا فارس. انا عارف يا حبيبي ان انا اهملتك، بس اوعدك ان احنا هنعوض ده كله ان شاء الله. مش عارف هتعرف تعوض ولا لا. عم زين الله يرحمه وعم سليم ما قصروش معايا واصل، بس ما عرفوش يعوضوني عن كسرتي قدام نفسي. معلش يا فارس، بكره الايام هتثبت لك يا حبيبي. اول مره احس انك صادق. تعرف لو كلامك دي صح وهتخلع يدك من سيف العزازي وهترجع للعطارين، ساعتها هقف جنبك، هتلاقي ولدك فارس. ارجع للعطارين؟ ارجع للعطارين ده ايه؟ لما احنا العطارين. انا قصدي يعني يتصف اللي بينك وبين مرات عمي. مرات عمك؟ ومرات عمك مالها ومال الكلام ده بقى؟ وبعدين مرات عمك دي مش من العطارين اصلا. بعدين اللي بيني وبين مرات عمك لا له دعوه بسيف العزازي ولا له دعوه بالانتخابات. ليها دعوه بالحرب اللي هتحاربها. اديك قلتها من شويه انها مش حرب سهله. عايزك تعرف حاجه واحده مهمه، ايد لوحدها ما تسقفش عبد الحميد بيه. قدام العيلة وكل الناس هتبقى أدهم زينة العطار، وده طبعا مش هيستمر لفترة طويلة. أنا ما أعرفش حقيقتك ولا إيه علاقتك بزين مع أدهم، بس كل اللي أعرفه دلوقتي إن أنا وأنت متورطين. فياريت ما تخلينيش أنا اللي دخلتك وسطك، فاهم؟